الثاني من الاختبار من الحلقة 1 إلى الحلقة 10. الجزء الثاني سوف يكون عبارة عن 5 أسئلة أيضا، من الكلمة رقم 6 إلى الكلمة رقم 10 سوف يكون 5 أسئلة. هدفنا نكمل هذا الاختبار مع شرح الأجوبة في نهاية الحلقة أيضا خلال 10 دقائق فقط. اضغط على إعجاب الآن، اشترك في القناة، فعل زر الجرس حتى تحصل على جميع الدروس مباشرة حين نشرها. هيا لنبدأ في هذه الخمس أسئلة في هذا الجزء الثاني من الاختبار. إذن عندنا الكلمة الأولى، كلمة delighted. delighted ما معنى هذه الكلمة؟ اكتب معنى هذه الكلمة وأيضا ضعها في جملة، استخدمها في جملة. كلمة delighted. delighted مرت علينا في الدروس الأولى من كورس ألف كلمة إنجليزية في دقيقتين، الدروس الأولى من الدرس الأول إلى الدرس العاشر. اكتب معنى كلمة delighted واستخدمها في جملة. اكتب أجوبتك جميعها بالتعليق وانشرها حتى نراجعها سويا وأيضا نصححها ويستفاد منها الآخرين أيضا. السؤال الثاني، اكتب معنى هذه الجملة. Her father is a great king but a wretched parent. A wretched parent. Wretched. Wretched. هي الكلمة كانت لدينا كلمة wretched. Her father is a great king but a wretched parent. اكتب معنى هذه الجملة. السؤال الثالث عندنا، اقرأ هذه الجملة. اقرأها بصوت عالي، اللي معناها هذا محل لديه تشكيلة جيدة. اقرأ هذه الجملة، اقرأها. إذا كنت تواجه صعوبة في القراءة انتظر حتى نهاية هذه الحلقة، سوف نقرأها بطريقة صحيحة أنا وأنت. إذن عندنا سؤال رابع، الآن استمع لي جيدا واكتب هذه الجملة. سوف يكون عبارة عن إملاء. اكتب هذه الجملة. He has great ability as a teacher. He has great ability as a teacher. سوف أقرأها بشكل بطيء. اكتب معي. He has great ability as a teacher. ممتاز. اكتبها الآن. سوف أيضا نأخذها ونشرحها بالتفصيل بعد قليل عندما نجيب على الأسئلة. نروح للسؤال الخامس والأخير عندنا، كلمة able. able. أعطينا مرادفتين لكلمة able. مرادفتين لكلمة able. طبعا أخذنا جميع الدروس وشرحناها بالتفصيل في كورس ألف كلمة إنجليزية في دقيقتين. تجدون جميع الدروس أسفل هذا الفيديو في مربع الوصف. بإمكانكم المراجعة والاستفادة بالتسلسل من هذه الدروس. able. able. مرادفة الأولى اكتب معناها، والمرادفة الثانية واكتب معناها. ممتاز. الآن خلينا نأخذ الحلول لهذه الأجوبة. ركز جيدا معي حتى تحفظ أكبر كمية من المعلومات من أول مرة. كرر بصوت عالي لجميع الكلمات الإنجليزية واكتبها في كراسك أيضا حتى تحفظ بشكل جيد. إذن ركز. الإجابة على السؤال الأول، كان عندنا كلمة delighted معناها مبتهج سعيد، ومثال عليها I am delighted to be here. I am delighted to be here. إذن سؤال الثاني وإجابته، كنا اكتب معنى هذه الجملة. Her father is a great king but a wretched parent. والدها ملك عظيم ولكنه والد بائس. هذه كانت الإجابة على السؤال الثاني. خروح للسؤال الثالث عندنا، This shop has a good assortment. قلنا قراءتها، كان هدفنا من هذه الجملة هو الاختبار في القراءة، وقراءتها كالتالي، This shop has a good assortment. إذا قرأتها بالشكل التالي فأنت قرأتها صح، وإلا كرر معي الآن 5 مرات حتى تنطقها بالشكل الصحيح. This shop has a good assortment. 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 And this shop has a good assortment. الآن قرأناها سويا 5 مرات،
سوف تحفظها بشكل جيد. اكتبها ايضا في كراسك اللي هو طبعا معنى الجملة ايضا، هذا المحل لديه تشكيلة جيدة. خلينا نروح لإجابة السؤال الرابع. قلنا استمع جيدا لهذه الجملة، كان سؤال الإملاء وكان هو He has great ability as a teacher. He has great ability as a teacher. لديه قدرة كبيرة كمعلم. ممتاز. الآن هذه الإجابة احفظها بشكل جيد أيضا. خلينا نروح للسؤال الخامس والأخير. كان عندنا كلمة able وقلنا أن نريد اثنين من المرادفات مع ماذا؟ مع الحلول وترجمتهم. masterful، masterful اللي هي بارع. competent اللي هي مختص. competent، competent مختص. masterful competent، masterful بارع، competent مختص. هذه أهم مرادفات كلمة able اللي معناها قادر، قادر. ممتاز، جيد جدا. الآن بإمكاننا الآن ماذا؟ الانتقال إلى المجموعة الجديدة من الدرس 11 حتى الدرس 20 في الأسبوع القادم. كل يوم سوف نتابع مجموعة من الدروس سويا في صفحة الفيسبوك، وأيضا السبت القادم سوف نجري مجموعتين من الاختبار، 5 أسئلة في 5 أسئلة سوف نشرحها بالتفصيل. إذا كنت راغب في الحصول على هذه الدروس جميعها اضغط على إعجاب، تفاعل معنا دائما، اشترك في القناة، فعل زر الجرس، مهم جدا تفعيل الجرس حتى تحصل على جميع الدروس مباشرة عندما ننشرها، سوف يصلك إشعار. بإمكانك متابعة الدرس بهذه الطريقة. لا تنسى مشاركة هذا الدرس لجميع أصدقائك، فإننا نضع الكثير الكثير من الجهد والوقت لتحقيق هدفنا ورسالتنا في الحياة، وهي نشر العلم للجميع. فهناك الكثير من الأشخاص بأمس الحاجة لهذه المعلومات المجانية. إذن شكرا لكم على المتابعة، وانتظرونا في الحلقات القادمة. لا تنسوني من صالح دعائكم. شكرا لكم وإلى اللقاء.